السلام عليكم ليكيب، معكم بوزيد في حلقه جديده من حصه الكوتش. اليوم جينا لانستيتيو ناسيونال تاع الرياضه وتكنولوجيتها لي اس تي اس باش نشوفوا ان كيني تاع ليكيب ناسيونال تاع البوكس اللي هو مروان. اليوم راح نهضروا على ان سوجي اللي هو لي بليسور، راح نشوفوا هاد لي بليسور كيفاش يجوا وكيفاش نسيو نعالجوهم ولا الوقايه منهم. باش نتبعوا هاد الشيء اروحوا معنا. انا جينا باش نهضروا مع لوكيني تاع ليكيب ناسيونال اللي هو مروان ضرارني باش يجاوبنا على الاسئله اللي تخص لي بليسور هذوما، كيفاش الوقايه منهم وكيفاش نعالجوهم. مروان واش راك؟ لاباس، في نعمه خويا بوزيد، الحمد لله. الحمد لله. مروان، قبل ما نبداو نهضروا على لي بليسور، وشنو هو لوكيني؟ لوكيني التعريف تاعو بالعربيه هو مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي. سي ان بروفيسيونيل دو سونتي لي دير ان انكادرمون يعني ايلارجي سوا سور لو بلان دو سونتي في لوبيتال، سور لو بلان اورتوبيديك، كارديو، ريماتو، يعني عنده بليزيور طاش اللي يقدر يديرهم كيما عنده دي طاش واحد اخرين يديرهم سور لو ميليو سبورتيف. Sur le milieu sportif, il y a plusieurs tâches, non seulement y assister les entraînements comme un soigneur, au cas où des blessures, il y a des interventions, ou en dehors des entraînements, il y a les séances de récupération, il y a des massages, il y a tout ce qui est prévention des blessures et récupération post-entraînement. D'accord, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec l'équipe nationale junior de la boxe. Très bien. Marwan, chaque sport a des blessures. On a vu plusieurs sports, ça a fait des blessures, que ce soit football, ou la musculation, ou la boxe. Ces blessures, moi, j'en ai vu. Bon, il y a une règle essentielle تقول لك لو كان انا ريسبكتيو كاع لي راجل تاع لا بيوميكانيك وكاع لي راجل تاع لا ميثودولوجي دونترينمون، امبوسيبل يكونوا دي بليسور. يعني الحاجه اللي راهي تخلي لي بليسور يكونوا هي الناس اللي ماهيش ريسبكتي لا بيوميكانيك في كاع لي ديسيبلين، وناس ثاني اللي ماهيش ريسبكتي لا ميثودولوجي دونترينمون. يعني راهم لي كوتش بروفيسيونيل يعرفوا لا ميثودولوجي دونترينمون راهم ناقصين، تسمى هادو لي كوز برينسيبال. ومن بعد يدخلوا فيها دوطخ فاكتور، هو عامل الانسان اللي ما ريكوبيريش مليح، ما يديرش لي موان دو ريكوبيراسيون، لاليمونطاسيون، الرقاد، يعني كاين بليزيور فاكتور. فوالا، بطريقه مبسطه اكثر، وان جون اللي يروح يدير ميسكولاسيون ولا فوت مات في الحومه ولا باش يفيتي لا بليزيور، واش لازم ما يديرش؟ حاجه اللي ما لازمش يديرها ولا الحاجه اللي لازم يديرها؟ فوالا. بون، في كل تخصص يعني كاين لا بريفونسيون تاعو. يعني ان فوتبالور وكلكان كيفي لا ميسكولاسيون، ان بوكسور، ماشي لا ميم بريفونسيون كونتر لي بليسور. مي بصفه عامه لعند كاع الرياضيين باش يفيتيو لي بليسور، اول حاجه ليشوفمون. ان ايشوفمون لازم يديرو كيما نقولو بيان، يكون ايشوفي، حاجه الاولى. حاجه واحده اخرى، ال دو ريسبكتي لي زيكزرسيس تاعو يكونوا كوريكت، لازم يكون عنده انكادرومون لي فيريفيه اسكو لي زيكزرسيس او اكزيكوتيهم دون فاصون كوريكت ولا راهو يدير دي فوت في لونترينمون تاعو. حاجه واحده اخرى الثاني اللي راهي تصرا يعني بكثره هي لو سورونترينمون. يعني كاين ناس اللي تونتريني اكثر من اللازم، سواء يعني في الفوليوم اورير تاع لا ميم سيونس ولا في الفوليوم لا فريكونس تاع لي سيونس، يعني يونتريني بليزيور فوا بار سيمين. فوالا، نعاود نقول لك برك ليشوفمون. ليشوفمون كاين بليزيور تيب ديشوفمون، اسكو تنجم تفهمنا واش هما ليشوفمون اللي حيكونوا؟ سواء كارديو فاسكولار ولا ميكا ولا ميسكولار ولا بون. ليشوفمون كاين ان ايشوفمون جلوبال كي فا اكسيليري لو ريتم كاردياك، يعني باش الكور الفا سادابتي افيك لا سيونس دونترينمون. الكور هذا يوجد روحو باللي الفا سوبر دي زيفور، هذه حاجه الاولى لونتري ليشوفمون جلوبال. كاين ان ايشوفمون سبيسيفيك سي ليشوفمون دو شاك ارتيكولاسيون اي شاك موسكل. يعني سوا ديزون كلكان كي في البودي بيلدينغ ولا فيتنس عنده يعني حيخدم ان بروغرام دي بيكتور اي تو، الفا فوكاليزي بوكو بلوس سور لا ريجيون بيكتورال، يعني يدير ان ايشوفمون جلوبال ويزيد يفوكاليزي بوكو بلوس سور لي بيكتورو سور لا سينتور سكابولا.
داكور سما لي موسكل ما حنيت سوليسيتاو لي زارتيكولاسيون لي يحيدوا بهاد لي موسكل هادو داكور مروان انا نشوفو لحقنا لا بليسور لحقنا لا بليسور وشنو هما لي تيب دو بليسور اللي نلاقيوهم بزاف نهضروا على السبور تاع عامه الناس ماشي كسوا دومين بروفيسيونال كسوا واحد كيما قلنا ان جون في الميسكولاسيون كولتور فيزيك ما نقولوش ما نقولوش حتى بودي بيلدينغ فيتنس ولا واحد ماتش يلعب ماتش في الحومه ولا واش هما لي تيب دو بليسور اللي نلاقيوهم بزاف بون سور لو ميليو تاع لا ميسكولاسيون دون فاصون جلوبال سواء واحد اماتور ولا واحد يكون بريباري بور اون كومبيتيسيون لا لي بليسور اللي نلقاوهم بزاف سي لي طوندينيت هاد لو مو تسمعوا عند عامه الناس يقول لك جاي اون طوندينيت في ليبول ولا في الكود ولا بوني ولا لي كويس ولا quelle que soit la région هادي في لو مو تاع لا ميسكولاسيون وعند لي فوتبالور بوكو بلوس نسمعوا كلمه اونتورس entorse اللي هي يعني elongation تاع لو ليغامون دونك لا لوكاليزاسيون تقدر تكون بوكو بلوس لا شوفي ان فو جيست ولا هكا لا شوفي دير ان شوك اللي دير elongation تاع ليغامون وثاني لي جونو ويقدر يكون يعني ثاني دي بليسير واحد اخرين كيما واحد اللي طيح ولا الى رسوا ان كو يعني اون بيكي اكزاكتومون يعني يا بليزور تروماتيزم سا ديبون لا سبيسياليتي عطينا ليكزوم تاع ميسكولاسيون تاع الفوت وكاين امثله كثيره نعاود نولي مثال اللي رانا نلاقيوه بزاف الناس باغ اكزومبل ما يديروا لا بيغ دو بوا ولا يطلعوا لا كونديسيون فيزيك تاعهم الكارديو بزاف لي بليسيون ما يصراو في الكارديو انا نشوفوا الناس يجي يقول لك درت فوتينغ بعد صار لي ان بروبليم في لو جونو في لي تيبيا لي تيبيا يوجعوني ولا لي شوفي واش رايك في هذا الشيء واش رايك في هذا الشيء بون ميم الكارديو ماشي حاجه بانال يعني ماشي كيما نشوفوا حاجه سهله طلع فوق طابير ولونجري بريميرمون ميم الكارديو لازم ايشوفمون بيان قبل ما نطلعوا للكارديو وابري لي شوفمون نسي نديروا شويه ايتيرمون موسكولار هذه حاجه حاجه واحده اخرى في ليكزيكوسيون نتاع الكارديو يعني واحد كيكون فوق طابير ولون حاجه الاولى لازم لي شوسور نفيريفيوهم يكونوا دي شوسور اورتوبيديك تكون لا سيمال تاعهم بيان تامورتي لو شوك هذه حاجه حاجه واحده اخرى نشوفوا هذا الرياضي كيفاش راه يدير في الكارديو تاعو اسكو يجري على لي بوين دي بي يعني المشكل الكبير اللي يصرى على الناس اللي يجريو على لي طالون يعني الطالون ومن بعد لو شوك هذاك ماحش تكون كاين امورتيسور ديريكتومون يطلع لي جونو لي زارتيكولاسيون و جو تيان بريسيزي تانيت باللي لو شوا تاع لي تاع لي رونينغ تاعهم تاع لي شوسور اللي يخدم بهم الاحذيه اللي يخدم بها باسكو كيما قلت انت في ان طابي جو بونس كو سي اون شوز وفي برا في ان تيران اكسيدونتي كيما حنا نقولوا بوشاوي ولا في ان تيران بلا اي دور كيما صابلات سي اوت شوز اكزاكتومون وي وي فوالا مروان راه صراتنا بليسور وي دوكا هضرنا على بليسور كيما يقولوا دو فاسون جينيرال لي فريكونت بزاف كيما قلنا لي طوندينيت وكاع واش هي الحاجه اللي نجمو نديروها باش نخففوا هاد لي بليسور Voilà, c'est une très bonne question. Bon, il y a un protocole, يعني un protocole général, عام لكاع لي بليسور اللي نقدروا نديروه في الديبيو تاع لا بليسور بيان سور كي تكون ايغو ومن بعد لا سويت راح تكون حاجه واحده اخرى. لو بروتوكول هذا سي كريغ سي ار او جي. سي ار او جي واش معناتها؟ سي veut dire compression. معناتها هذيك لا ريجيون اللي دار تروماتيزم لازم نزيروها. ار سي ريبو. E, c'est élévation. Maintenant, élévation, c'est la région qui fait la blessure. Soit disons, un traumatisme au niveau de la cheville, qui est la cheville, qui est la cheville, la cheville, qui est 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 ومن بعد لا سويت اون دو كونسولتي ان ميدسان باسكو ما نقدروش نعرفو في تروماتيزم هذا واش كاين دودون كاين بليزور تروماتيزم يقدر يكون حاجه بينين كيما تقدر تكون حاجه مالين كي فا يعني ساغرافي بوكو هذا يعني حاجه دو باز حاجه واحده اخرى لازم لوروبو سي لو كيما نقولوا لو نوايو اسونسييل في لاشين تاع لا غيريزون يعني اذا انسان شرب الدواء ولا يعني دار الميديكاسيون تاعو ما دارش روبو ما راحش يبرا لانه لا ريجيون تروماتيزي لازم تروبوزي ميم لو كان ما يداويهاش بالروبو كاين ان ميكانيزم دو ريجينيريسونس عطيه لنا ربي سبحانه يعني تقدر تبرا اذا ما كانش بيان سور جرافيتي عاليه بزاف تما لو روبو هو لو تريك اسونسييل كاع في لاشين تاع لا غيريزون مروان يعطيك الصحه المعلومات تاعك الله يبارك انت قيمه ان شاء الله المشاهدين تاعنا يستفادوا من هذه المعلومات هذه ان شاء الله وان شاء الله ليكيب ناسيونال تاعنا جونيور دير ان بون ريزولتا ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه مروان ربي يحفظك طول عمرك رانا ولينا لكم في لاروبريك اكزرسيس اليوم راح نهضروا ان شاء الله على لي سيري اون بيراميدال هذه اون تكنيك دونطريمون بيراميد معناتها هرم الو قبل ما نهضروا على لي سيري اون بيراميدال نهضروا قبل على لي سيري سي كيما يقولوا لي سات اون انغلي معناتها
شحال مره ندير ليكزيرسيس في لا سيونس تاعي زعما عندي ديفلوبي كوشي ندير كات نديرو 4 فوا باغ اكزومبل 4 فوا 10 ولا 4 فوا 12 هادو سي دي سيري هنا سي دي سيري انديبوندونت كاين اللي يخدم افيك دي سيري وين يلصق بليزيو ليكزيرسيس كيما لي بروفيسيونال يخدموا هكذا بزاف ويعطينا ان سيستيم داتولي كي يدير باغ اكزومبل يقيس بليزيور موسكل باغ اكزومبل نقولوا يدير ديفلوبي كوشي ومن بعد يدير ايبول يدير دورسو يدير اون سيري تاع لي جونب هادي كاع هذيك تعطينا اون سيري حنا نقولوا اون اتولي ومن بعد يريح بعدا يعاود يولي هاد السيستيم هذا ما يخليناش نديفلوبي بزاف لا فورس الو السيستيم اللي خلينا نديفلوبي لا فورس اللي هو نحكموا ان موسكل نديروا ان اكزيرسيس ونخدموه بوندون 4 سيري 3 سيري حتى ل 5 سيري ماكسيموم هاد الشيء اللي حيخلي الموسكل يربح اون فورس ويديفلوبا اون ماس الو بول سيستيم بيراميدال سيستيم بيراميدال نحكموا ان اكزيرسيس باغ اكزومبل نقولوا ديفلوبي كوشي واش نديروا نخدموا بان شارج اللي نديروا بها 15 ريبيتيسيون نبداو نوتيليزيو ان شارج نديروا بها 15 ريبيتيسيون ومن بعد نزيدوا شويه لا شارج نريكوبيريو بعد نزيدوا شويه لا شارج نخدموا بها 12 ريبيتيسيون نريكوبيريو نزيدوا لا شارج نخدموا بها 10 ريبيتيسيون ولا 18 ريتا 10 بلوتو ومن بعد نزيدوا نريكوبيريو بعد نخدموا اون سيري فورسي نخدموا بها 6 ساويت كي نقول لكم سي ساويت نخدموهم ديفيسيلمون ولا نقدروا نروحوا بلوس كو 8 معناتها ماشي هذه لا شارج يعني نحبسوا عندها لو سومي تاع البيراميد اي كما يقولوا الفوق كاع في الهرم الوغ نبداو بالعقل ونجوا طالعين الوغ تقعدنا الحبطه الحبطه كاش نديروا نعاودوا نقصوا اون شارج نقصوا لا شارج دو تيل فاصون نديروا اون سيري نديروا بها اونتر 12 و 15 هذيك 12 و 15 تاعها يكونوا اليشك كيما يدير كي نديرهم نعيا الوغ اكو تروماركيو بلي نبداو بان شارج موديري ندير بها 15 ريبيتيسيون بعد نطلع اون شارج ندير بها 10 ريبيتيسيون ومن بعد نطلع لاون شارج ندير بها 6 او 8 ريبيتيسيون نجم ندير بها 2 سيري 3 سيري سا ديبون اون جينيرال اون في 3 سيري بها ولا ومن بعد نعاودو نقصو لا شارج ونجو حابطين ل 12 ا 15 ريبيتيسيون بصح في الحبطه نديروهم جوسكا لي شاك كيما دير حتى نعياو بهذا السيستم هذا قلنا بلي راح نربحوا لا فورس وراح يكون عندنا ان كونجيسيونمون موسكولار معناتها الدم راح يروح ديريكتومون لهذيك لا زون راح نخدموا نقيسوا كاع لي فيبر تاع الموسكل و راح نديفلوبيو لا ماس موسكولار تاعنا سي اون تكنيك بزاف يستعملوها في لي بريز دو ماس تاعهم و بريز دو فورس فوالا كانت هذه التقنيه تاع اليوم اللي هي سيري اون بيراميدال ان شاء الله تستعملوها وتساعدكم وتكونوا فهمتوها نعود نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى وفي روبريك إكزيرسيس واحدة أخرى إن شاء الله أقعدوا معنا رانا ولينا لكم في روبريك كويزين اليوم راح نهضروا على اونيدي دو كولاسيون ولا دو بوتي ديجوني حاجات نجمو تاكلوها في بوتي ديجوني فيها الجلوسيد جلوسيد كومبلكس ولا في الكولاسيون كما نقولوا احنا اونتر لي روبا اليوم راح نهضروا على لي بار ا باس دو فلوكون دافوان لهذا الشيء نسحقوا دي زانغريديون لي هما 200 غرام فلوكون دافوان 3 حبات بيض ان بواني تاع جوز ان بواني تاع لوز شوكولا نوار 3 حبات شويه زبيب وعسل حره الو نحكموه فلوكون دافوان نحكموا البيض نضربوه شويه باش نحكموا الجوز تاعنا نزيدو نحكموا اللوز ما كتشوفوا بلي كاع لي زانغريديون ديروهم على ضربه نحكموا شوكولا نواق تاعنا الزبيب ونديروا عسل حر نخلطوا كلش باش تجينا اون بات نحكموا نجيبوا ان مول
ديروه ان بابي كوي ديروه ان بابي كويسون من التحت وهاد لاباط هادية نفرغوها فوق المول هدايا ونكمباكتيوها بان كويير باش تحت بيان بلات ندخلوها دون زان فور 180 دوغري بوندون ان كار دور ربع ساعة الوغ كنا 180 دوغري ربع ساعة ونشوفو ريزولتا فينال كاش يخرج. الو نشوفوا الريزلت فينال بعد ما طابوا لي بار او فلوكون دافوان. هاو لي كما تقدروا تشوفوا سي دي بار قلت لكم لي يقدروا يتكلوا اون كولاسيون معناتها اونتر لي روبا ولا مع الصباح في بتي ديجوني بيان سور افيك تزيد لهم دي بروتين ولا بون على حساب لو ريجيم تاعكم ولا بير دو بوا ولا بريز دو ماس. فوالا كانت هذه لا روسيت تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وتجيكم سهله باش ديروها وتفيدكم تفيدكم في الريجيم تاعكم. نعاودوا نتلاقاو في ريبريك وكويزين واحد اخرى في حلقه واحد اخرى ان شاء الله. يعطيكم الصحه. رانا ولينا ليكم في لا روبريك كومبليمون اليمونتير. اليوم راح نهضروا على ان بريلور غراس اللي معروف عند لي سبورتيف اللي هو سيالا اسيد لينوليك كونجوغي. هذا الاسيد هدايا مشتق من الدهون الغير مشبعه اوميغا 6 واش يساعد في لا بير دو بوا ولا لا بريلور غراس. الو في لي سيالا كاين 28 كاتيجوري وحنا نسحقوا دو كاتيجوري هما اللي راح نلقاوهم في الكومبليمون اليمونتير اللي راح يعاوننا في لا بريلور غراس سي لو تي 10 و تي 11. هاد لي دو كلاس هادوما الو وحده رايحه تعاون لو ديستوكاج دي غراس تعاون حرق الدهون ووحده تمنع تشكل الدهون. هاد لاسيد هدايا انا راح نكونسوميوه كل يوم ديرون الحميه تاعنا. انا قلت الحميه تاعنا الو بو بير دو بوا معناتها باش نحبطو في الكرا تاعنا ونحبطو في الميزان واش لازم لنا ان ريجيم بلس لي زونطرينمون باش نزيدو لهم حارق من حوارق الدهون كيما بار اكزومبل في الكار تاعنا تاع اليوم سي سيالا. الو كي نديرو ان ريجيم ونزيدو سيالا لازم لنا ان دوزاج تاع 3 غرام جور سي لا مويان اللي نسحقوها باش نافونسيو بهاد بغيلور غراس. هاد البغيلور غراس هدايا واش لازم له؟ لازم يتاخذ بوندون لي روبا باسكو كيما اسمه يقول سي ان اسيد اسيد لينوليك. الو هاد الاسيد هدايا عنده خاصيه هاد البغيلور غراس عنده خاصيه انه يعاون في حرق الدهون اللي متراكمه من جهه ناحيه البطن كي بو دير لا زون ابدومينال. الو اون جينيرال الناس تكون دير لاساج تحوس على كيما يقولوا تبين لي زابدو تاعها ولا باش تنقص الكرش واش يديروا يستعملوا سيالا مش افيك لو ريجيم بيان سور اي لو سبور وحيكون ان شاء الله تري زيفيكاس. فوالا هاد لي كانت لا روبريك تاع اليوم تاع لي كومبليمون اليمونتير هضرت لكم على السيالا واحد من حوارق الدهون. يعطيكم الصحه نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله.